قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من النار يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وهو لأهونهم عذابا. يعني ده واحد بطن رجله بس اللي في النار، ومع ذلك دماغه اللي هي أبعد جزء في جسمه عن رجله بتغلي من بطن رجله بس. أما الباقي جسمه بقى حاله إيه؟ أما الرجله نفسها حالها إيه؟ طب ده حال اللي رجله بس في النار، أما اللي جسمه كله في النار شكل عذابه إيه؟